انت ممكن تكون بتضحك على نفسك وبتقنع نفسك بيقين مش عندك اصلا، بدليل ان هو بيهتز لما بتشوف حد بيضايق العقيده بتاعتك، بتحس ان العقيده مهاجمه وانت عبيط، وهي العقيده اللي قعدت 1400 سنه هتكش مثلا عشان الفنان خالد منتصر قاعد بيهز فيها. لا يا عم ما تخليه يهز. هز يا خالد. والواد اسلام البحيري شعره بقى حلو قوي، عامله كده ومسشواره وعامله بقى كده حته جيمس بوند بقى، هو صدق نفسه في الجيم بقى، هو المجدد، حضر بقى قعد مع الاخوات بتوع الروتري عملوا له البريفنج. اسلام انت فظيع، انت فظيع قوي يا اسلام، انا بحب قوي ما شاء الله عليك يا اسلام، انت حببتني في ربنا والله العظيم، حسستني ان في امل يا اسلام وان المجتمع ممكن يتقدم ويتنور. ربنا يسامحه انكل البخاري، ربنا يسامحه على اللي عمله فينا. كل دي احاديث يرويها. بس هو يسمع ده بقى ايه، وطبعا ايه شعره بيقف ويبدا بقى التنوير. ما هو التنوير كسبنا كتير، خد بالك التنوير كسبنا كتير. اي حد دلوقتي بيقول ان هو بتاع تنوير اللمض على طول، تنوير هبل. هيا بنا يلا. وبعدين بقى ايه، تلاقي بقى مثلا ايه اسلام البخاري جوه، قصدي الامام البخاري برضو يركب اي حد، الاسلام البحيري هو جوه دماغه خلاص بقى، هو يعني ايه يا جماعه البخاري ده زيه زي، على فكره انت عارف انا كنت بلعب كوره في الجيزه، هو اكيد كان بيلعب حاجه تانية وقتها برضو، انا عارف اصلا ده هو يا جماعه لما روى الاحاديث، لان انا كنت هناك اصل هما مش زي ما القصه ما هما بيقولوا لكم، انا بقى اللي هقول لكم على القصه صح، لان انا اصلا انا كنت هناك والقصه بتاعتهم غلط لانها مليانه مشاكل لوجيكال، بس انا جايب لكم قصه مليانه مشاكل لوجيكال بس غلط من ناحيه تانية، بس هي صح. منور. وبعدين بقى ايه، طبعا الراجل المنور ده ايه يقعد يقول له تنوير الله عليك الله، ولقاءات بقى وندوات، ما هو الجامعات اصلا فاضيين، اول ما بيلاقي حد بينور امير صدري ايها الشيخ كله عايز يتنور. بس هو عامل شغل حلو والبدله حلوه، البدله حلوه. بس يا عم انت ازاي بس تفسي كده يعني، الراجل الامام البخاري ده ميت يعني، جدك التاسع عشر كان لسه برضو الامام البخاري ده مات قبل ما هو يتولد، فانت ايه النخعه الجامده اللي انت بتنخعها دي، ايه النخعه الجامده؟ عم اسلام ده حبيبي والله، اسلام البخاري والله، احنا لازم نسميه من هنا، هيتضايق قوي لان هو طول حياته واهب حياته ان هو يهاجم صحيح البخاري. ده مليان احاديث غلط، لازم نستأصل الاحاديث الغلط منه اللي انا هبقى شايفها غلط، ونخلي الاحاديث الصح اللي كلنا عايزينها تبقى صح. والله جامد يا عم، ما تطلع تقول ان انت عامل فيرجن من الاسلام اسمه فيرجن اسلام البحيري وخلاص، يعني قصدي ايه، مش لازم بقى تروح تلزق في البخاري وتشتم في مش عارف مين وتجيب سيره ده وتجيب سيره ده وده، يعني خليك جنتل يا عم اسلام، الامام البخاري مات من الاف يعني فوق الالف سنه يا برنس ولا ايه، يعني قصدي عديها الراجل حاول يوصل لك اللي عنده وخلاص، يعني مش هتقعد تقرفه هو بقى احكام عليه، تنسى بقى كل اللي هو عمله. طب تعالى لي بقى انا لقيت اهي اهو ازاي بقى وتقوم وقتها، ما هو الراجل هيعمل لك ايه، هو دماغه جابت كده. وانت ما شاء الله عليك عبقري زمانك، واحنا المفروض طبعا نمشي ورا كل ترند، خصوصا بتسريحه شعرك، يعني قصدي احنا لو كنا جبنا صوره الامام البخاري، لو هو كان ليه صوره وجبنا صورتك وحطيناهم كده قدام كل البنات الايه اللذيذه، هيقولوا لا انا عايزه اسلام البحيري مش عايزه اسلام البخاري. انا عايزه اسلام البحيري، عايزه بحر. منعش. انما بقى اسلام البخاري ده هتلاقيه بقى ايه قافش كده، وهيقول لي احفظي احاديث وسمعتي حافظه صوره مش عارف ايه، وقولي قاف مش قاف، لا 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 انا عايزه البحيري بلاش بخاري بس معلش.
معلش هي بص معلش على فكره هو خد بالك انا برضو يعني بهزر بس انا متفاهم برضو الناس اللي واقفه مكان اسلام البحيري وفاهم ان هو في معركته بيقول لنفسه ان هو جامد وبتاع بس هو بيفتي بتجلي منه انا بجلي مني كتير اصلا انا برضو بتاع التجليه بس الفرق ايه انا اوير ان انا بجلي لما بجلي لما حد بيقول لي يا وائل انت بتجلي اقول له اه انا شايف التجليه انما اسلام يقول لك لا 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 دي مش تجليه يقول الفيلسوف نيتشه يقول الفيلسوف نيتشه اذا اجتمعت الصغائر في الكبائر ويقعد بقى يدخلك في الحوار ويفهمك ان هي كلها زي الفل انا اللي فاهم الدنيا غلط بس وان هو شاف اصله كتير قوي وانا ما شفتش ده فاهم قصدي انما يعني قصدي ايه خليه عم اسلام معلش اخونا الكبير الامام البخاري ده اخونا الكبير يعني فاهم قصدي هو في اللعبه برنس راجل مسطب حاجه عايش 1000 سنه يلا انت البرنامج بتاعك 15 سنه حد اصلا حال حد هيعرفك بشعرك السبايكي ده يعني قصدي وربنا قايل قاعده كده في القران لو انت فعلا مصدق القران فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس ما ينقص في الارض فايه انت قاعد على يوتيوب مش على الارض يعني قصدي مش عارف اشرح لك ازاي لا في روتري برضه الروتري دول له زاز برضه هوانم جاردن سيتي طنطات الميلي طنطس عارف كل واحده منهم كده تحسها تنظيم في حد ذاتها بس بيبقى فيهم طيبين والله.